لن أخاصم عقلي. إيمان موفق لابرا. أصدق دموعك وأكذب عقلي لأجل ألا أجرحك. وهان عليك جرحي بعد أن خاصمت عقلي لأجلك. أنا واثقة بأنك أيضا خاصمت عقلك، ولكن شتينا بين الخصامين. فأعذريني يا ابنتي، مضطرة إلى العودة إلى عقل نادمة. لا، لست نادمة على فعل الخير، وإنما نادمة لأني لم أمنح عقلي حق التدخل بيني وبينك. لن أخاصم بعد الآن عقلي. لا تندمي إن كنت تعتقدين ما تفعليه خير، ولكن تحري لتتأكدي أين الخير. أما أنا فسرعان ما التأم جرحي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لن أخاصم عقلي بعد الآن، بعد أن علمت تفسير قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا لا تجعلنا وأحبتنا مع الذين أضلوا السبيل. لا وألف لا، لن أخاصم عقلي. وأنا أقرأ قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. دمتم لا تخشون لومة لائم في قول الحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.